كل الشركات بتسعى الفترة اللي فاتت انها تخلق حلقة وصل ما بين منتجاتها بحاجة تعرف باسم الايكو سيستم، بحيث انه يشتغل عليك استخدامك للمنتجات دي مع بعض، وكمان تقدر تستفيد بخواص ومميزات اكتر من خلال التواصل ده، وده بيعود عليك في الاخر بتجربة استخدام سهلة وممتعة. وانا من زمان كان نفسي اجرب الايكو سيستم الخاص باي شركة، بحيث اعرف ايه اللي ممكن استفاد منه لما يبقى معايا اكتر من منتج لنفس الشركة. وفي الفيديو ده هشارك معاكم تجربتي اللي دامت لاكتر من اسبوع مع الهواوي ايكو سيستم. خلال تجربتي اللي دامت زي ما قلت لك اكتر من اسبوع، استبدلت كل الاجهزه اللي انا بستخدمها بمنتجات هواوي، بدايه من الموبايل الشخصي اللي بقى الهواوي ميت 30 برو، وهو حلقه الوصل او مركز الدايره بتاع الايكو سيستم. وشركه هواوي بتستخدم شعار 1+8+N، بحيث ان رقم واحد بيرمز للموبايل، عشان من خلاله بتقدر توصله وتتحكم من خلاله باكتر من 8 انواع من الاجهزه، زي اللابتوب، الساعه الذكيه، التابلت، السماعات البلوتوز، او كمان عندك تلفزيون سمارت. وعشان كده جه رقم 8، وحرف الان في الاخر بيرمز لحلقه الوصل اللي بتجمع كل الاجهزه دي مع بعض. بالنسبه للكمبيوتر بتاعي استبدلته بلابتوب هواوي الميت بوك اكس برو، وجنبه تابلت هواوي الميت باد برو، وصلنا الاكسسوارات بستخدمها خلال يومي زي الساعه الذكيه واللي بقت هواوي جي واتش جي تي 2 اي، بالاضافه لسماعاتي الشخصيه اللي بقت الهواوي فري بودز 3. تعال اخدكم في رحله اصغر على مدار يوم كامل من حياتي، وازاي بقدر استفيد من الاجهزه دي مع بعض انها تساعدني ان انا انجز شغلي. ونبدا بالموبايل، عشان هو اول جهاز بستخدمه من اول ما بصحى من النوم وخلال يومي، سواء جوه البيت او بره البيت، وزي ما قلت هو حلقه الوصل ما بين كل الاجهزه اللي استخدمها خلال يومي. طبعا هو تم اطلاق اصدار جديد الميت 40 سيريس، ولكن الميت 30 برو حتى بعد مرور سنه على اطلاقه ما زال واحد من افضل الاجهزه او الموبايلات اللي نزلت السنه اللي فاتت، بتصميمه الشيك واللي هيلفت نظرك، بالاضافه للشاشه المنحنيه على الاطراف مع نظام كاميرات احترافي واللي بقدر اخد بيه صور تحفه حتى مع ظروف الاضاءه ضعيفه. وما ننساش طبعا خاصيه تصوير الفيديو السلو موشن اللي بيوصل ل 7860 فريم في الثانية. ومن خلال واجهه هواوي الايموشن يو اي بقدر اوصل او اربط موبايلي باللابتوب اللي هو الميت بوك اكس برو وباقي الاجهزه اللي انا استخدمها خلال يومي بضغطه واحده بس، وهو ده اللي شركه هواوي اعتمدت عليه في الايكو سيستم بتاعها، وان تاب تو كونكت. وبكده نكون وصلنا لجهاز تاني وهو اللابتوب. ومرحله اللابتوب بالنسبه لي بتبتدي بعد ما افوق كده من النوم واخد فطاري واروح لللابتوب علشان اشوف ايه اللي الشغل اللي ورايا اللي محتاج اعمله، من شغل مونتاج او تعديل على الصور او كتابه سكريبتات الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. والميت بوك اكس برو واحد من الهاي اند لابتوبس اللي تم الاعلان عنها السنه دي من شركه هواوي، بتصميمه بسيط وحجمه صغير وسمكه الرفيع جدا، واللي مخليه ان انا ممكن اتنقل بيه من اي مكان لمكان تاني بكل سهوله، وبيجي بشاشه بحجم 14 انش تقريبا بابعاد 3:2 مع اصغر حواف ممكنه، بسمك حوالي 4.4 ملم، ونسبه استحواذ 91% من حجم اللابتوب، بالاضافه انها بتدعم اللمس، وكل ده بيديني تجربه استخدام سهله وسريعه، سواء انا بتصفح الانترنت او بتفرج على الفيديوهات او بعمل تعديل على الصور، وبعد ما بخلص تعديل على الصور اقدر انقلها بكل سهوله لموبايلي، بمجرد ان المس ظهر الموبايل بعلامه هواوي شير اللي موجوده على اللابتوب، خلاص كده موبايلي متوصل باللابتوب واقدر انقل اي ملف ما بينهم، مجرد بسحب واسيب من اللابتوب للموبايل او العكس. وكمان بقدر استفيد من خاصيه مالتي سكرين كولابوريشن، ودي بتتيح ليا ان انا اعرض شاشه الموبايل على شاشه اللابتوب ويبقى ليا اكسس كامل على الموبايل من خلال اللابتوب بس، اقدر ارد على الرسائل اللي بتوصل لي، او زي ما قلت اني بقدر انقل اي ملف من خلال ان انا بسحبه من اللابتوب واسيبه على شاشه الموبايل، مفيش اسهل من كده. وكمان بقدر اشارك الكليب بورد الخاصه بيا واقدر اعمل كوبي لاي تكست او نص موجود فيها، وكل ده بيتم من خلال اللابتوب فقط او تحديدا الشاشه بما انها بتدعم اللمس. ونروح لتالت الجهاز بستخدمه خلال يومي وهو التابلت، واللي باضافه اكسسوار بسيط ليه زي الهواوي سمارت ماجيك كيبورد بيتحول لميني لابتوب، لابتوب صغير بقدر اكمل عليه شغلي زي كتابه سكريبتات الفيديوهات او ارد على الايميلات اللي بتوصلني سواء وانا جوه البيت او بره البيت، وده بسبب حجمه الصغير اللي بيخليني اقدر اخده معايا بره في اي مكان وانا بتحرك، فبقدر انجز شغلي كمان وانا بره. وبرده بضغطه واحده بس اقدر اوصل ما بين موبايلي والتابلت، مجرد بحط موبايلي على زرار الشيفت الموجود في الكيبورد فبيتم الربط ما بينهم عشان اقدر استفيد من خاصيه مالتي سكرين كولابوريشن وكل المميزات اللي اتكلمت عليها من شويه مع اللابتوب. ودلوقتي حان وقت الخروج بره البيت.
وهنا يجي دور اكسسوارين اساسيين في اي خروجة، الساعة والسماعة. ويلا نتكلم الاول عن الساعة، الهواوي جي ووتش جي تي 2E. دي الاصدار الرياضي من الهواوي ووتش جي تي 2، واللون اللي معايا ده اسمه لافاريد، واللي ماشي مع لون السماعة الاحمر وعاملين ماتشنج مع بعض. الساعة بقدر اتتبع بيها اكتر من 100 نوع من الرياضة، واكتر حاجة انا بعملها هي المشي، ومن خلالها بقدر احسب المسافة اللي انا مشيتها وفي خلال وقت قد ايه، وكمان كمية السعرات اللي انا حرقتها. بالاضافة ان انا بقدر اعرف بيها معلومات ضرورية عن حالة جسمي زي عدد نبضات القلب وضغط الدم ونسبة تشبع دمي بالاكسجين، حاجات ضروريه لاي حد بيتمرن. وخلال وانا بتمرن سواء بمشي او بجري لازم اسمع مزيكا. وهنا يجي دور السماعه اللي بقدر اربطها مع الساعه اللي في ايدي واتحكم في التراكات اللي انا بسمعها من خلال الساعه بس، عشان انت تقدر تخزن عليها تراكات فتقدر تسمعها بره في اي وقت. بمعنى صح انا ممكن انزل اتمرن من غير موبايلي اصلا، ولما بيكون معايا الموبايل بقدر استغل الساعه كريموت او تريجر عشان اخد صوره او ابدا تصوير فيديو، خاصه لو انا لوحدي فالموبايل احيانا بيبقى بعيد عني فمش هقدر اتحكم فيه. واكتر حاجه بتريحني في الساعه دي هي البطاريه، واللي بتديني فتره استخدام بتوصل ل 14 يوم متواصل على شحنه واحده. نروح لاخر حاجه وهي السماعه ونتكلم عنها اكتر، الهواوي فري بادز 3. زي ما قلت دي من اهم الحاجات الضروريه وانا خارج بره البيت، وده بسبب انها بتدعم خاصيه الاكتيف نويز كانسلنج، واللي بتعزلني تماما عن الاصوات المحيطه بيا، وخاصه لو انا في مكان زحمه. ومن خلال تطبيق AI لايف على موبايلي بقدر اتحكم في نسبه عزل الضوضاء بالمناسب ليا. وتوصيل السماعه مع الموبايل بسيط جدا، مجرد بفتح علبه السماعه جنب الموبايل بيظهر على طول على شاشه الموبايل زي نافذه بقدر اعمل من خلالها كونكت مع السماعه. وبكده اكون وصلت لاخر اليوم، واكتر حاجه بحس بيها اللي دامت معايا على مدار اليوم هو الموبايل، حتى مع استخدامي العنيف للموبايل من شات لتصوير لتصفح لمشاهده فيديوهات، وكمان ببقى موصل عليه السماعه والساعه دايما، مش بضطر ان انا اشحنه في وسط اليوم، وده بسبب اولا حجم البطاريه الكبير 4500 ملي امبير، وتاني حاجه سوفت وير هواوي الاوبتمايزد كويس فمش بيستهلك طاقه كتير. ودي بصراحه اكتر حاجه هتريح اي حد ان الموبايل يستحمل استخدامك، علشان ده اكتر جهاز يمكن بنستخدمه على مدار اليوم. وبكده يكون الايكو سيستم اكتمل ما بين الخمس اجهزه، وهي دي فكره الايكو سيستم زي ما قلت لك في البدايه، اللي هو بيسهل عليك حياتك وبينجز لك شغلك من غير اي تعيين. بالنسبه لي هنا كل اللي انا كنت بعمله ان انا بلمس اي جهازين ببعض عشان اقدر اوصل ما بينهم، فمفيش اسهل وابسط من كده. حقيقه انا كنت مستمتع جدا مع تجربتي مع الهواوي ايكو سيستم، كان مسهل عليا كده يومي واستخدامي للاجهزه، وانصحكم انكم لازم تجربوه. وتاني احب اشكر شركه هواوي على الفرصه دي ان انا اقدر اجرب الاجهزه بتاعتهم كلها مع بعض. وبكده انا اكون خلصت، فاتمنى يكون الفيديو عجبك. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان انا تعبت جدا 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 في الفيديو ده. ولو انت اول مره تشوفني او بتتفرج من غير ما تشترك، لو عملت اشتراك مش هتخسر اي حاجه، الاشتراك واللايك ده بيدعموني جدا. بس واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي، سلام.